اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا اللهم شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تمون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا وعلمائنا ومن لهم الفضل علينا. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين.
ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. إلهنا إلهنا وسيدنا ورازقنا وخالقنا وخالق كل شيء. اللهم إن هذا الشهر قد أوشك على الرحيل، فاللهم اجبر كسرنا في فراقه. اللهم اجبر كسرنا في فراقه. اللهم اجبر كسرنا في فراقه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره وصحته وعافيته، ومن كان منهم ميتا فاللهم ارحمه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ونقهم من ذنوبهم وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.